الفنان القبطي فاروق نجيب قال بلسانه: أنا حافظ القرآن الكريم وبحب كل حاجة تقربني منه. وعانى في أواخر أيامه من تجاهل المنتجين وتوفى بسبب زوجته. أهلا بيكم في حلقة جديدة مع مجلة الحياة. اتولد فاروق نجيب ميخائيل في شبرا يوم 7 مارس سنة 1940. والده كان بيشتغل ناظر لمحطة القطار في المنوفية، وبعد ما أخد فاروق الثانوية العامة حاول يدخل معهد الفنون المسرحية، لكن اتفاجئ إن المسؤولين فرضوا عليه رسوم لأول مرة، فاضطر على عينه يدخل كلية الأداب جامعة عين شمس. بس كان حب الفن لسه موجود في قلبه، وكان حلمه بس يعدي من قدام الكاميرا. لكن والدته من الأساس كانت رافضة موضوع الفن، ودايماً بتقوله: يا ولا هتلف عليك رقاصة وتاخدك مني. لكن فاروق كان حاسس إن هيجي يوم ويحقق حلمه. وفي يوم بالصدفة اتعرف على الشاعر نجيب سرور اللي اتحمس جداً لموهبته، واقترح عليه يشارك في مسرحية وبور الطحين اللي كان بيكتبها. طبعاً فاروق طار من الفرحة ووافق على طول، ودخل مسرح التلفزيون لما اختاروا الأستاذ نبيل الألفي علشان يشارك في فرقة مسرح الحكيم، لما وصى عليه الكاتب نجيب سرور وقدم أول أعماله وبور الطحين، ولعب شخصية بهلول عبيط القرية. ومن هنا كانت بدايته، وتعرف عند الجمهور بخفة دمه. وكان نجيب سرور ليه دور كبير في حياة فاروق، وكان بيحبه جدا لدرجة إنه سماه فاروق نجيب سرور لأنه كان بيعتبره ابنه. وفي السينما شارك فاروق في مجموعة كبيرة من الأعمال، منها فيلم الظالم والمظلوم مع نور الشريف، وفيلم الطاووس مع صلاح ذو الفقار، وفيلم السايس مع هشام عبد الحميد وغيرهم. ولعب دور الصديق المخلص لأحمد زكي في مسلسل الأيام اللي كان بيحكي قصة حياة الكاتب الراحل طه حسين، وبتدور أحداث العمل عن قصة حياة طه حسين من وهو صغير وفقدانه البصره ومشواره الطويل لحد ما بقى عميد الأدب العربي. وبيعتبر العمل ده من أهم أعمال السير الذاتية اللي كانت موجودة في الفترة دي، وتميز فاروق في دوره ويعتبر من أشهر أدواره اللي لسه بتتعرض لحد النهاردة. واللي كتير ما يعرفوش إن فاروق نجيب اشتغل كمدير إنتاج ل 16 عمل فني، منهم مراتي مدير عام، زقاق المدق، أدهم الشرقاوي، عروس النيل وغيرهم. ورغم إن فاروق مسيحي، ظهرت إشاعات بتقول إنه دخل الدين الإسلامي وحافظ القرآن، لكن فاروق قرر يحسم الجدل وظهر في لقاء وقال إن والده دخله كتاب قرية تلف المنوفية علشان يحسن اللغة العربية عنده بعد ما نصحه واحد من أصدقائه. وهناك حفظ القرآن الكريم وملم بكل شيء في العقيدة الإسلامية وبيحب كل حاجة بتقربه منها، وختم كلامه بجملة: أنا مسيحي الديانة ولكني مسلم العقيدة. نيجي بقى لحياته الشخصية. اتجوز فاروق مرة واحدة في حياته من سيدة خارج الفن وأنجب منها أولاد، بس رفض دخولهم الفن. وكان فاروق بيحب مراته ومتعلق بيها جدا، لدرجة إنها لما توفت اتأثر جدا نفسيا. وبعد وفاتها بست شهور بالتحديد يوم 21 يناير سنة 2014 اتوفى الفنان فاروق بعد صراع طويل مع مرض الفشل الكلوي، وعانى قبل وفاته من تجاهل الفنانين والمنتجين، وكان الموضوع مأثر في نفسيته لدرجة انه اشتكى منهم قبل وفاته. حتى بعد رحيله محدش منهم حضر الجنازة غير الفنان منير مكرم وفاروق الفشاوي والفنانة نهال عنبر، حتى ان وسائل الاعلام مدتش اهمية لخبر رحيله. رحم الله الفنان الجميل اللي كان سبب في إسعاد الجمهور. اكتبوا لنا في التعليقات أكتر عمل حبيتوه ليه، واستنونا في حلقة تانية مع مجلة الحياة.